طبعا احنا لما نقول دعينا مسيحيين معناها احنا منتسبين الى منه؟ يسوع المسيح. ولما نقول انه احنا انجيليين معناها احنا تعليمنا جاي منين؟ من جيبي؟ من الانجيل. اذا احنا بما انه احنا تعليمنا جاي من الانجيل نريد نفهم وضعنا كمسيحيين، نريد نفهم وضعنا احنا يا رب شنو اللي تريده من عندنا. ساعه ما اصلي شلون تريدني اصلي؟ من اريد اكون مسيحي حقيقي ماذا يجب ان افعل؟ امور كثيره يا جماعه متعلقه ولازم نصحى. احنا في مثل، ما اعرف اللي مش عراقيين راح يفهموني لو لا، نقول انتبه قبل ما يفوت المي من تحت رجليك. وهذاك الوقت مرات كثيره من يفوت المي وراح خلص ما نقدر نرجع المي للورا. فاريدك بأمانة الآن تقول يا رب كلمني. قل له يا رب أنا جيت. أنت خلص وصلت بعد، أنت ببيت الرب، أنت جاي تلتقي اليوم مع يسوع. فقل له بما أنه جاي لبيتك احكي وياي، لأن عبدك سامع، لأن خادمتك بنتك سامعة. أريد أتعلم اليوم أمر جديد يا رب، أريد تخاطبني يا رب. اللي تريده مني شنو؟ أنا أحبك، أنا أحب أن أعبدك، أنا أحب أن أكون إلك، بس بطريقتك مو بطريقتي يا رب. ساعدني اليوم، ساعدني يا رب أن أنتبه على نفسي ونعمل ما أنت تريده من عندي. يا رب أنا كغسان اليوم ساعدني. أنا أوصل كلامك بكل أمانة اليوم لأولادك وبناتك، إن كانوا في هذه القاعة وإن كانوا معانا على الهوى. باسم المسيح يا رب كلم. أنا أطلقك أيها الروح القدس أن تعمل، أن تكسر، أن تجبر، أن تبني، أن تشيل كل أمر يزعجك فينا. قل له يا رب أنا بين إيدك اليوم، أنت استلمني بالكامل باسم يسوع المسيح، آمين. حقيقة الموضوع اللي راح أحكي به يمكن راح أحكي اليوم من جانب مختلف تماماً عن اللي أنتوا سامعي قبل، ويمكن لا ما أعرف. بس أنا بالنسبة إلي حقيقة قضيت هالكم يوم بس أنخبش بالكتاب المقدس عن ماذا يجب أن أفعل. أنا سمعت أنه غداً راح يكون مفروض صوم على قسم من المسيحيين. بما أنه أنا بالنسبة لكم أب وراعي، حابب أوصل الأمانة بكل ما مكتوب بالكتاب المقدس، وأطلع من هذا المكان أنا بريء من دم الجميع. فحابين اليوم نحكي عن هذا الموضوع، مفهوم الصوم من وجهة نظر يسوع. إحنا مو قلنا إحنا مسيحيين؟ لو إحنا شنو، بوذيين؟ مسيحيين. من هو المسيح؟ يسوع. طيب يا يسوع عندك وجهة نظر عن الصوم؟ طبعا عندي. من هو يسوع؟ هو الله المتجسد. إذن الله عنده وجهة نظر في طريقة الصوم، كيف ينبغي أن نصوم. مو عيب أنه عشنا بالطول وبالعرض وصمنا بطرق عديدة ما قرينا بالكتاب المقدس، لكن العيب بعد ما نسمع ما يريد من عندنا الرب وما نطبقه. بس شوية رح أجي بتسلسل كتابي معاكم. مقطع بيوم من الأيام كان يسوع قاعد، لما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجلا جاثيا له قائلا: يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، وأحضرته إلى تلاميذك. تلاميذه اللي يأكلون ويشربون وينامون وياه، فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن الملتوي. طبعا لو أقلكم ياها هذه هسه تطردوني. أيها الجيل غير المؤمن والملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إليها هنا. فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة. شوفوا السلطان اللي الرب يحكيه مع التلاميذ، ليش؟ لأنه عارف الحقيقة.
ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد. تعال 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 يسوع على صفحة، جروه، ما رادوا يخجلون نفسهم أمام الجموع. لماذا لم نقدر نحن؟ صدق إحنا ليش ما قدرنا نطلع الشياطين؟ ليش؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم. فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. وأما هذا الجنس، على يا جنس يقصد؟ على الشياطين، لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. خلي المقطع. إذا حقيقة تريد تعرف شيء من الرب تسأله مثل ما هو، لا تروح للرب يمنى ويسرى، كما هو مكتوب قول، أو كما أنت تفكر اطلب من الرب، والرب راح يجاوبك بكل صراحة. ليش إحنا ما قدرنا نعمل هذا الأمر؟ لأنكم ما مؤمنين. أوف، إحنا ناكل ونشرب ومعاك وتقول ونسمع كلامك وأنت تقول ما مؤمنين. لو كان عندكم إيمان بقدر حبة خردل، عفواً، شوف من كثر ما نسمعها غلط نقرأها غلط. لو كان عندكم إيمان مثل حبة خردل، كثير سامعين وعظات إنه إيمان مثل حبة خردل، إيمانك صغير، يا ريت يكون عندك إيمان صغير. لا، الرب يسوع ما حكى عن الحجم، ما حكى عن السايز، قال لو كان عندك إيمان مثل وليس كحجم حبة الخردل. انتبهوا يايا، مثل حبة خردل. حبة الخردل صحيح هي صغيرة، لكن لما تزرعها تكبر 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 وتصير شجرة كبيرة. لو كان عندك إيمان شوية تعب عليه بالصلاة والصوم، كبر 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 كبر، صار مثل حبة الخردل، لكنت تقول لهذا الجبل انقلع فينقلع، وليس الحجم. تربي إيمانك، تكبره. طيب هسه يا يسوع، يعني إحنا ليش ما قدرنا؟ أرجع وأسألك سؤال، ليش ما قدرنا؟ ليش ما قدرنا نخرج الشياطين؟ بسبب عدم إيمانكم. وشون يجي عدم الإيمان يا رب؟ بالصوم والصلاة. أنتوا لا تصومون ولا تصلون، والشياطين لا تخرج إلا بالصوم والصلاة. أنا يوم اللي أريد أطلب من إخوة أن يجون معي حتى نخرج الشياطين من سين وصاد، أنا لازم أطلب من إخوة أعرف عنهم يصومون ويصلون. دائما يصومون، دائما يصلون. وإذا أخذ ناس لا تصوم ولا تصلي راح تصير حفلة سيرك، ما راح يطلع الشياطين ولا راح، وراح نرجع يسألوني ليش ما طلعوا الشياطين. قسيس تعليمك غلط. لا، التعليم مو غلط، نصوم نصلي، الموضوع بيدنا. طيب لما راحوا التلاميذ قالوا له ما نقدر أن نخرج الشياطين، أيضا تعليمهم غلط، تعليمه غلط كان. إذا كنت أنت بمطعم، رايح بمطعم وقاعد تاكل ويا زوجتك أو تاكلين ويا زوجك، أو قاعد بوحدك أو بوحدك، وشخص صرع شيطان، طفل أو رجل وعائلته معاه، أنت كمؤمن مسيحي المفروض دائما متسلح بسلاح الله الكامل، المفروض دائما أنت تصلي وتصوم حتى تقدر أن تقوم وتصلي من أجل هذا الشخص. لكن حقيقة إذا ما كان عندك استعدادات، يا ريت تسده، إذا ما كان عندك استعدادات شنو راح يصير؟ راح يضحك علي إبليس. فالأحسن أحترم نفسي وأغادر المكان مما أعمل بلتيقات وهيتي واقفه بلا فايدة، لأن الرب قال هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. لماذا لا يستطيع التلاميذ إخراج الشياطين؟ بسبب عدم إيمانهم. إذن في مقولة أنا يا ريت هدي للطلعين إياها، عن عدم الصلاة والصوم يؤدي إلى عدم الإيمان. عدم الصلاة والصوم يؤدي
إلى عدم الإيمان. لا تقل لي أنا مؤمن حبيبي، مو أنت جاي تعلمني. ما ممكن أنا أكون مؤمن وأقضي ساعات على الكنباية، أفتح ساعات الفيسبوك، أتفرج ساعات على مسلسلات، أخابر فلانة وفلان وأقص بفلانة وأقص بفلان وأحكي الأمور اللي تخصني وأحكي الأمور اللي ما تخصني، وأجي أقرأ كتاب مقدس بالأسبوع مرة وأصلي بالأسبوعين مرة، وذاك الوقت أقول أنا مؤمن. تعذرني، حسب كلام الكتاب المقدس؟ لا. اليوم سألت سؤال والسؤال صعب عن سين من الناس، هل هو مؤمن أم غير مؤمن؟ أخاف أجاوب حقيقة، ما أعرف، لأن حياتهم بالخفاء هي اللي تبين مع الله وليس والثمار. طبعا عدم الصلاة والصوم يؤدي بك إلى عدم الإيمان. وما هو عدم الإيمان؟ عدم الإيمان أي شيء أعمله عكس ما مكتوب بالكتاب المقدس. طيب شقد أنا نسبتي أعمل اللي وصيني عليه الكتاب المقدس؟ ده تفهموني لو الأمر صعب. كتاب عندي، كتاب مقدس موجود بين إيدي، شقد البرسنتج، النسبة أنه أنا أطبق هذا الكتاب؟ هنا أنا يبين إيماني. أنا مصدق أنه أنت إلهي، أنا مصدق هذه كلمتك، أنا أعمل بيها. طيب غسان، إيش قد من وقتك على الفيسبوك أو على الإنترنت؟ تقريباً 40%. إيش قد من وقتك بالشغل؟ تقريباً 30%. إيش قد من وقتك تحكي ويا فلان وفلان شاتات وسوالف؟ 10%. إيش قد من وقتك تحكي مع الله وتقرأ كتاب مقدس؟ بالأسبوع ساعة. أنا مؤمن، ما أسمع لك تحكي معي. إيش إيمان هذا؟ ما تقلوا لي. إحنا كل شيء نعطي وقت إلا الله. ليش قالهم بعدم إيمانكم؟ إحنا أول شيء قرينا متى إنجيل 17، صح؟ أنتوا معايا؟ هلو؟ أوكي، نرجع 7 أصحاحات بالأصحاح 10، قاعد معاهم. ثم دعا تلاميذه 12 وأعطاهم سلطان على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. هذا بالأصحاح 10، يعني قبل 7 أصحاحات. اللي ما أعرف هي الفترة الزمنية شقد، يمكن أسبوع يمكن شهر، ما أعرف. بس قبل 7 أصحاحات انطاهم السلطان، وانطانا السلطان، انطاهم الكلمة وانطانا الكلمة. وشو ذبوها وراء ظهرهم وراحوا يريدون يطلعون شياطين؟ حبيبي أنا انطيتكم السلطان وانطيتكم كلام، أنتوا ما آمنتوا بي، شون تريدون؟ لا صليتوا لا صمتوا، شون تريدون تخرجون الشياطين؟ وإحنا نفس الشيء، رب انطانا كلمته، رب انطانا الروح القدس، رب انطانا أمور كثيرة. وليش يا ربي مدى تستجيب؟ وليش يا ربي مدى تستخدمني؟ وليش أنا أصلي من أجل فلان وما تستجيب؟ لأن حبيبي بكل بساطة أنت ما مؤمن بي. منو يا شون يا رب؟ أنا تركت كل شيء، أنا تعركت ويا فلان على مودك، أنا عفت فلان على مودك، ده تقضي وقت معي؟ تخيل امرأة متزوجة رجل تلتقي بي مرة بالأسبوع وعايشة بغير بيت وهو بغير بيت، أكو خلل، أكو مرض نفسي بالموضوع، يا زواج هذا. وإحنا هكذا مع الله، نحبك مؤمنين بيك، بس آخر شيء نقعد معك. أنا راح أحكي عن الإيمان. طبعاً الإنسان يتكون، طبعاً كثير أكو طوائف ما يعيرون أهمية لهذا الموضوع وكثير مهم، انتبهوا معي انتبهوا معي. الإنسان تركيبته ثلاثية، روح ونفس وجسد. أوكي. إحنا عندنا الإنسان هو روح، بس حتى الروح تعيش على هذه الأرض جواز وجودها على هذا الأرض هو الجسد، ويوجد نفس، النفس هو العقل، الأفكار، المشاعر، الإرادة. حلو، مركزين؟ أوكي. هذول الثلاثة ربنا خلقهم موجودين مع بعضهم البعض، موجودين على هذه الأرض. إحنا لما نتجدد، born again، نولد ولادة ثانية، نسلم حياتنا للمسيح، من اللي يخلص يولد ولادة ثانية؟ أرواحنا.
أرواحنا كانت منفصلة عن الله من ولدنا ولادة ثانية، وطلبنا الرب مخلص شخصي على حياتنا، الروح خلصت خلاص اتصالحت مع الله، بس منو بقى؟ الجسد والنفس. طيب الجسد فاني ما له فايدة، مين بقى لازم نسيطر عليه؟ النفس اللي يعني عقلي، أفكاري، إرادتي. شلون أسيطر عليها يا رب؟ الروح سلمناها إلك، شلون أغير النفس؟ طلعي لي الآية، لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. شلون أجدد ذهني؟ بقراءة الكلمة والصلاة. أنا الروح خلصت اتصالحت مع الله، بس حتى تتغير إرادتي، تتغير أفكاري، يجب أن أقرأ أفكار الله، يجب أن أقضي أوقات مع الله. قلوا لي كل مرأة تزوجت رجل إش قد نسبة من شخصيتها تغيرت؟ وبالعكس، ولا واحد تغير بيكم؟ أنا مرتي كثير أثرت علي، تغيرت بأمور نحو الأحسن. طيب إذا أقعد مع الله إش قد رح تتغير أفكاري؟ قد راح تتغير أفكاري يا جماعة؟ أكو كثير ناس لأنها مدى تدرك هذا الموضوع قامت تتخربط بين أفكارها وأفكار الله. وإذا حقيقة أنا أخربط بين أفكاري وأفكار الله، أبدي أشكل خطر على عائلتي وعلى اللي حوالي والكل اللي عايشين وياي. لكن إذا أنا أعرف إرادة الله بحياتي وفكري يتجدد، أنا مصدر أمان، يجون يسألوني أكون بركة لهم. وهذا الأمر هو مستمر، يقول لأن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة على تهديم حصون هادمين ظنوناً. كل الموضوع يجي بالنفس. تعرفون الخدعة وين؟ لمن أنا نفسي لمن ما أقرأ وما أصلي، معناها النفس بعدها على الإنسان العتيق. فشي يصير؟ يصير 2-1، الجسد والنفس ضد الروح. الروح هزيلة، روح تعبانة، منو المسيطر؟ المسيطر هو النفس والجسد. يجي هذاك الوقت أنت مثلاً يعرف إبليس وشنو أنت تحب، ما هي الأمور اللي ترغب فيها، يبدي يحطها أمامك تفكر طيب شنو المشكلة، يبدي الجسد يخضع. ومن ينهزم؟ الروح. شوفوا في آية راح أفسرها اليوم بطريقة يمكن أول مرة تسمعوها يمكن سمعيها. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. طبعاً هي بالإنجليزي جاية مختلفة بالنهاية عن العربي. فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية. شنو يعني عبادتكم العقلية؟ رح أقرأ لكم إياها بطريقة بالترجمة التفسيرية لأن جدا جميلة. لذلك أتوسل إليكم أيها الإخوة نظرا لمراحم الله أن تقدموا له، تقدموا لله أجسادكم وعبادتكم بعقل وتعبدوه بالروح. يعني يا رب احنا اليوم نقدم لك اعضاءنا. هي ببساطه ليش في ناس كثيره ما تحب تعيش الكلمه؟ لان ما تحب تقدم اعضاءها للرب. ذاتس ات، نقطع السطر. ما تحب يا اخي، ما اريد، انا ما اريد احد يسوي كنترول على حياتي. الجسد يثور، الجسد مخليه هو اللي سيطر، والنفس ايضا. احنا قلنا الانسان كيان روحي، يجب أن روحك يسيطر على النفس وعلى الجسد. يجب أن روحك يسيطر على النفس وعلى الجسد. يجب أن روحك تسيطر على النفس وعلى الجسد. ما أخلي مشاعري هي اللي تقودني.
أنا حضرت هاي الكنيسة حقيقة ما شعرت بالرب موجود. حبيبي غصبا عنك الرب موجود، إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة أنا أكون في الوسط، إذا شعرت وإذا ما شعرت. أنا في حياتي المسيحية ما أتبع مشاعري، أنا في حياتي المسيحية أتبع الروح. مو مهم مشاعري، المشاعر تابعة للنفس، وإحنا قلنا النفس تتروض بالكلمة. فاهميني لو الموضوع معقد. مرات يطلع صورة على التلفزيون، مطعم مفتح موضوع أكل معين، أكلة معينة، ورا شوية تشوف الأسعار، يمكن راح يأثر على ميزانيتي، مو ضروري. ورا يوم يومين أشوف نفس الإعلان، يعني شكو بها إذا هالأسبوع ما شربت لي قهوة مرتين ثلاثة بكوفي شوب وأروح أنا أشتري هذه الوجبة وأكلها. لا 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 غسان طول بالك. ثالث أسبوع That's it، ما أريد قهوة، أريد أروح بهذا المطعم. خلاص الإرادة صارت خاضعة للجسد، الجسد قوم يلا يلا بسرعة، مثل شايفين الراعي من يقود الخراف هر هر. هالشكل مرات كثيرة جسد دا يسوي، والروح المسكين يوين بينا الروح القدس لا 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 لا، احنا اسكت ابكم، انا اللي اريده جسدي يجب ان اسوي. المفروض ارواحنا تكون سمينة، احنا صارت اجسادنا سمينة وارواحنا ضعيفة. تعرفون أهم حل لهذا الموضوع هو الصوم، هو الصوم. ولو ما مهم ما كان قال عنه الكتاب المقدس. راح تقول لي ما أقدر أصوم، الصوم يجي بالتدريب، درب نفسك. تعرفون أول خطيئة بالكتاب المقدس موضوعها كان شهوة الأكل، من جميع شجر الجنة تأكل إلا هاي الشجرة صوم عنها، سوري ما أقدر. أول خطيئة بالكتاب المقدس كان هذا شهوة الأكل، شهوة الأكل. تعودنا تعودنا. مرة عملنا كرابطة خدام ببغداد عهد أنه نصوم من أجل موضوع معين ونهضات. هذاك الوقت الرب قادني أن أصوم، كنت صايم 10 أيام فقط ماء، بس ماء. والرب بدأ يعمل، فكان ويانا قس كثير يعاني أنه لا يوجد نهضة في كنيسته ولا انتعاش. فرحنا في يوم الأيام قاعدين، قال لي حابب أحكي معك، فزرته ومرته عملت مائدة من هنا يعني لي هناك فطور. قلت بس تعرف احنا يعني 10 أيام صايمين. قال لي بصراحة أنا ما أقدر. قلت له يا أخوي يا نور عيني، إذا أنت جسدك ما تقدر تروضه، شون راح تقدر تكون بركة للشعب وشون راح تصير نهضة بكنيستك؟ في ناس بالصوم تسمن، في ناس بالصوم تسمن. يا جماعة مو هذا الصوم اللي يريده الكتاب المقدس، مو هذا الصوم اللي طالبه من عندنا الرب. أريد أقول لك قاعدة أخذها، أخذها إليك من الرب. الإيمان يحتاج للصلاة كي تنمو، والصلاة تحتاج الصوم كي تنمو. أعيدها، الإيمان يحتاج الصلاة، والصلاة تحتاج الصوم. بل هذولا لا تقنع نفسك أنت مؤمن. الرب قال أنتم تقدسون على العقارب والحياة وما يصير بيكم شيء، طيب أنا ما أقدر أصوم؟ وين العدل القوة؟ وين الذي معاكم أقوى من الذي عليكم؟ ما أقدر أقمع جسدي وأستعبده؟ الصوم حسب الكتاب المقدس يا جماعة هو الامتناع عن الطعام، أدرب جسدي، ما أخلي جسدي يقل لي أنت ما تقدر، غسان أنت راح تموت. لا حبيبي ما راح أموت، ما راح أموت، ما راح أموت، ما راح أموت. لما بطني الثور أقدر أقلها خرسي، أروض نفسي.
ترى كثير إحنا أكو كثير من عندنا شباب يعني ذاقوا الويل بالجيم وتشنجات وآلام وانزلاقات ومصايب حتى يروض جسمه. طيب ليش ما روض روحي؟ أبقى أشهر ما أكل فلان وجبة على مود الكرش يروح. طيب والكرش الروحي اللي طالع على الكبراته ليش ما أروضه؟ ليش؟ ليش حلو طيب على قلبي أقضي ساعات أحكي ويا الأخ الفلاني والأخ الفلاني والبرنامج الفلاني والأخبار التافهة وتكهرب من شيء اسمه كتاب مقدس؟ طيب كيف أقول أنا مؤمن؟ كيف أقدر أرنم وأقول أحبك يا رب يا قوتي؟ كيف؟ يا جماعة صار عندنا شيزوفرينيا روحية، نحكي شيء والحقيقة شيء ثاني، وأنا أولكم، أنا ما دين أحد، الموضوع يمسنا جميعا. تلاميذ المسيح ما قدروا يطردون. تعرفون أنا دا أتخيل الموضوع، من راحوا وشافوا كيف يصرع الشيطان يمكن خافوا راح إيمانهم. قبل 25 سنة بدأت إيماني، إجا شخص وصرع الروح بالكنيسة وبلش، طلعت أصوات جديدة، أصوات مرعبة، وبلش يخوفنا بأمور. ثقوا ما أنسى ما حييت خدام وقاد على المنبر، الركض صار بسرعة من الباب، ركضوا وهربوا. احنا قاعد ويا يعني احنا كم خادم كنا انا مو خادم اصلا، كنت يعني صار لي اشهر بالايمان، بقيت قاعد وهو دا يصلي الخادم عليه وينتهر الارواح، والخدام اللي يوقفون على المنبر هربوا من الباب. فلا عتب على التلاميذ لان ما مارسين ايمانهم، لان لا يصلون ولا يصومون. طيب يا غسان وديتنا يمنا وجبتنا يسرى وحكيتنا على الشياطين وسويت الإنسان روح ونفس وجسد، المطلوب نصوم. طيب كيف نصوم؟ أنا راح أعطيك أمثلة واختار اللي تريده. طبعا أكثر واحد صام، أكو أصوام أنواع. يا جماعة أرجوك أبوس رجلك وإيدك قبل أن تسمع فلان قال هذا الأمر يجب أن أسويه، فلان قس قال أصوم عن فلان موضوع فلان موضوع، قل اقرأ لي يا بالكتاب المقدس، قرأ لك يا ربي باركك، ما قرأ لك يا لا تسوي شيء إذا ما مكتوب بالكتاب المقدس. نصيحة نصيحة. طيب نجي على الناس اللي صامت. عندنا المسيح صام 40 يوم، موسى صام 40 يوم، إيليا صام 40 يوم، يشوع صام 40 يوم، بس موسى أكثر واحد صام لأن صام 40 يوم على الجبل لا مي ولا أكل، ونزل بعدين شاف الشعب بالطول وبالعرض كسر الألواح، رجع صعد مرة ثانية صام 40 اليوم. طبعا هاي ما ممكن إلا بمعجزة وحضور إذا إلهي رهيب يقدر يعيش بلا أكل لمدة 80 يوم. دانيال صام 21 يوم، بولس صام 14 يوم، داود صام 7 أيام، أستير صامت 3 أيام لا أكل ولا شرب. اختار بكيفك. عادة نقول كيف نصوم؟ الصوم هو أنه أنا أوقف جسدي. طيب مثل، قرأت مرة تقرير يقول لك الخلايا السرطانية تكبر وتنمى من خلال الحلويات، السكريات وبعض البروتينات اللحم، فينصحون مرضى السرطان انه يصومون الخلايا السرطانيه ما ياكلون هالامر، واكثر شيء تقرف من عند الخلايا السرطانيه الحامض وبعض الخضروات، فقدر المستطاع يشربون عصير خضره ونومي حامض ليمون حامض. انا ما اقول لك انت موت جسدك، بس اقمع جسدك. لا، الجسد يجب أن نحفظه لأنه هو استقرار روحنا على الأرض مثل ما حكينا، لكن ما أخلي جسدي هسه لازم تأكل. لا، أنا هسه ما أريد أكل، أريد أكل أكل روحي، أريد أقضي وقت مع الرب. أنا ما أعرف شنو طبيعة شغلك، يمكن أنت إنسان طبيعة عملك الصبح لازم تفطر حتى تروح تقوم بعمل جبار، ربي باركك افطر، بس من ترجع للبيت حاول يعني تقفز على موضوع الغداء والعشاء وتقضي الوقت بينك وبين الرب. إذا حقيقة متعود تروح جيم، وقف هالثلاث أيام جيم الخاطر يسوع وسوي جيم روحي.
نسوي رياضة روحية، نبدي نقرأ كتاب مقدس. ما أقدر أقرأ كتاب مقدس أشغل مسموع وأسمع شنو الرب يريده من عندي. اسمعني اسمعني، لما أنا أصوم ما رح أخلي الله يتغير، أنا اللي رح أتغير. لما أنا أصوم مو معناها رح أخلي الله يحكي وياي، لأن الله يحكي وياي 24/7، لكن لما أنا أصوم رح أقدر أسمع صوته. فأنا أنصحك أنه لما أنت تريد الصوم حاول أنه اللي طبعاً ما يبذل مجهود بشغله ممكن يصوم يعني ما يأكل لحد العصر، وهذاك الوقت يأكل بس فترة أنت صايم. أشجعك أنه يا تسمع وعظة، يا تقرأ كتاب مقدس، يا ترنم، يا تصلي. لازم تقضيها مع الرب، ويجب أن ما يعرفون الحواليك أنه أنت صايم قدر المستطاع. ندهن نفسنا ونكون فرحانين وما نميز ولا نبين للناس اللهم أني صايم. أو أخت أرسيليا، عيني إحنا اليوم صايمين، رح نجي نشرب شاي يمكي، بس لا تسوينا لحوم وكفتة، أي شيء آخر ممكن تسوينا يا هذا يعني على منو ده نضحك؟ سوري استخدمت اسمك يعني، بس على منو دا نضحك يا جماعة؟ أنا دا أتذلل أمام ربي، شنو خص الأخ الفلاني أخابره أنا جاي أشرب شاي عندك أنا صايم؟ ابقى ببيتك صايم، أنت صايم للرب ما صايم للأخ الفلاني والأخت الفلانية. الصوم هو تذلل. بعض الخدام حقيقة، جون ويسلي لما كان عنده خدمة يصوم أسبوع قبلها فقط خبز وماء حتى تكون الخدمة مباركة. رح أقرأ آخر شيء عليكم من أشعياء. كل ما تريد تصوم أقرأ هذا المقطع وصوم. أشعياء 58، طلعينا يا باباتي. اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم، أما هم فعصوا علي. يمكن مو هذا المقطع إحنا أخذنا. أي يمكن أنا انطيت رقم غلط من حط الباوربوينت. أنا رح أقرأ لكم المقطع. نادي بصوت عالي، لا تمسك، ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم، وإياي يطلبون يوما فيوما ويسرون بمعرفة طرقي كأمة الرب، ولم تترك قضاء إلهها. يسألوني عن أحكام البر، ده يوضحنا، يقولون لماذا صمنا ولم تنظر، ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ. ها إنكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون. يا رب ليش ماذا تقبل صومنا؟ صوم الخمسين وصمت، صوم يونان وصمت، صوم البعوثة، صوم فلان قديس وصمت. قال لك أنت دا تصوم بطريقتك، أنت ما دا تصوم مثل طريقتي اللي أنا أريدها. مرات كثيرة صمنا أصوام غلط. الصوم لما نصوم نتذلل أمام الله، مو أنا أقعد أنا أصوم أترس بيتي أنواع أكل ما عدا الأكلة المعينة. مو بالصوم أنا أسمن، مو بالصوم أنا صايم وأخابر الأخ الفلاني وأحكي على أخويا الفلان وأخويا الفلان، لا هذا مرفوض. ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون، ولتضربوا بكلمة الشر. لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء. شون تريد أنا أصوم وأنا زعلان من أخويا؟ أو يوجد أخ بقلبه أمر علي، شلون؟ أنا أرجع وأقول لك، أنت لما أنت تصوم مو حتى تغير الله، أنت دا تصوم حتى أنت تتغير، حتى تروض نفسك للتقوى. أنا ما أصوم حتى الله يسمعني، أنا أصوم حتى أستطيع أن أنا أسمع صوت الله.
الله يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، لكن لمن أنا أصوم أقدر أميز صوته. أمثل هذا يكون صوم أختاره؟ يوم يذلل الإنسان فيه نفسه، يحنى كالأسل رأسه ويفرش تحته مسحا ورمادا. هل تسمي هذا صوم ويوما مقبولا للرب؟ أنا صايم. يجي أخ سلام، شونك أخ حسان؟ هلو، شبيك صايم؟ طالع الدنيا من عيني. هل هذا صوم؟ أنا مربح الله جميلة، أنا حملة منية. بالعكس، أنا نشكر رب كل الزين، وأنا ميت من جوعي جوا، بس أنا بيني وبين الرب الموضوع. تريد تقعد الصبح ساعة 5، جسدك يقلك شش، تتعبان، استراح، ما مشتغل زين. لا، مو أنت اللي تعطيني الأوامر، أنا رح أقوم ورح أصلي غصبا عنك. طبعا إحنا من نقوم مرات تعبانين، نريد نصلي ساعة 5، لكن تحس روحك هللويا يس آمين رح ألتقي بالله، لكن الجسد أنا تعبان ما بيك حيل، نام هي فت 5، 6، 7، 10، 15 ساعة إضافية وبعدين قم صلي. ونقعد مليان علينا أشغال وكل شيء ما نقدر حتى نقول له مرحبا. هسه لازم تاكل، لا مو انت اللي تحكمني، لا هسه ما لازم اكل، هسه محتاج اقضي وقت مع الهي. اليس هذا صوما اختاره؟ اسمعوني، ما هو الصوم؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، اطلاق المسحوقين احرار، قطع كل نير. يا مره انت صمت من اجل الهومليس اللي بالسيتي، يا مرة صمت من أجل الملاهي والنوادي الليلية ننتهرهم أن يتوبون ويعرفون الرب، يا مرة، يا مرة صمت وصليت من أجل إخوتي المسلمين حتى الرب يفتح عيونهم للحق الكتابي. يا رب أنا أذلل، أنت قلت يا رب بكلامك أنه أنت تحل قيود الشر، تفك عقد النير. يا رب أنا ما ماكل، أنا معتصم حتى إخوتي وأخواتي يعرفوك أنت الرب الحقيقي، الإله الحقيقي. الله رح يستجيب لو ما رح يستجيب. Who cares؟ خلي الناس تروح للجحيم، أنا عايش حياتي، جيت استراليا رضا، أنا هني. وين قلب يسوع؟ المهم حبيبي، أنا شغلي موجود، كنيستي موجودة، عندي أخوة أخوات رائعين، ما فد يوم ثلاجتي فرغت، والناس اللي بعدم حكمة خسرت كل شيء، أصوم من أجلهم. طبعاً أنا ممكن أصوم صوم جماعي وممكن أصوم صوم فردي. الصوم الفردي إنه أنا بيني وبين الرب، أصوم بيني وبين الرب، مقرر من أجل نفسي أن أمر معين، أو من أجل فلان أو فلان أن يعرف الرب ويتقرب للرب. مو ضروري أقل أنا صايم من أجلك. وممكن يكون صوم جماعي، مثل ما أنا رح أشجع قسم كبير من الكنيسة إنه نصوم من غداً. أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ طبعاً أنا وين أجيب هذول كلهم تاتوز ومخدرات وأدخل بيتي؟ It's okay، ماكو مشكلة، بس أحاول قدر المستطاع. هالأسبوع أعرف ناس حالتها جداً تعبانة، أسوي أكلة بالبيت وروح أتغدى معهم. وإذا أنا ما أقدر قدر المستطاع أسأل الأخوة إذا يعرفون عائلة فقيرة نبعث أكل لهم. وإذا ما نعرف إذا عندهم حساسية أو ما حساسية، من كولز كوبون ب$20 ب$10 أنطيهم، روحوا أخذوا أكلوا. راح تقلي ماكو أحد جوعان؟ لا، أكو، أكو ناس ما عندها حكمة، ضيعت فلوسها بالسكر وضيعت فلوسها بالمخدرات وجنت على أولادها. تجينا امرأة نعرفها بالمحل اللي نشتغل نعمل فيه أنا وغادة، يعني بنتها يمكن عمرها 9 سنين أو 10 سنين، هي تقود الأم، الأم سكرانة وتقعدها، والأم تتحارش بهذا وتتحارش بهذا وتتحارش بهذا، والبنت تبكي تقول ماما بس بليز بس، يأخذون بيتزا ويتقاسمون بيها. لا، يوجد ناس حقيقة ضيعت الأول والتالي بسبب إدمانهم.
ولو تبحث حواليك ترى مليان بالشارع، بس أخطي خطوة أفرح قلب يسوع. تقلي الفلوس ما تكفي، أقول لك حبيبي ترى $10 مو فد بيك ديل، وجبة من ماكدونالد ما أعرف بيش إذا نريد نشتريها، أو علبتين ثلاثة أو كيس رز أو whatever. حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك ونورك، وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقك. رب يكون حواليك محاصرك، بركة الرب عليك، عمر البركة ما راح تقل من بيتك ولا من أولادك ولا من صحتك، لا تمشي ونور يسوع بوجهك، حتى ساقك أمامك وخلفك الرب حاميك. حينئذ اسمع، يوجد شرط وجواب الشرط، ويوجد مكافآت. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا ذا. هذاك الوقت الرب يبدي يستجيب، مو لمن أحاكم الآخرين بصباعي، لمن أعمل وأشارك ما أقدر عليه مع الآخرين. وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة، يشرق في الظلمة نورك، ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر، ويقودك الرب على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، وينشط عظامك، فتصير كجنة رياء وكنبع مياه لا تنقطع مياه. منو ما يريد هذه البركات؟ جاوبوني، منو اللي رافض هاي البركة؟ أنا أريدها مثلكم، أنا أرفع إيدي، أنا ما رافضها. طيب أصوم وأصلي. الصوم تكسر حصون، طبعاً إبليس رح يتفاجأ. ولو أنت منين تعرف هذا الأخ الفلاني حتى تبطل تاكل وتجوع نفسك على مودة؟ أخويا إنسان خلق الله على صورته، طبعاً الصورة هي أرواحنا على صورة الله وليس أجسادنا على فكرة. أبدي أصوم له، إبليس رح ينصدم، معقولة؟ إيه معقولة، لأن هكذا الرب يريدنا يا جماعة، هكذا الرب يريدنا. أضحي بإحدى وجباتي اليومية من أجل يسوع. أنا حقيقة أشجع اليوم رح أحكي عن يعني أشجع أنه رح نصوم صوم جماعي للي يقدر، ممكن بس على المي للمساء، ممكن ما تأكل وما تشرب للمساء، إذا شغلك يتطلب فطور الصبح لأن هارد وورك أوكي، يعني أفطر وبعد لا تتغدى ولا تتعشى، بس تقضيها مع الرب. إذا أنت تشتغل ساعة طويلة حاول بالبريك نص ساعة تأخذ فترة تقرأ بيها الكتاب المقدس. قدر المستطاع إحنا رح نصوم ككنيسة 2-3-4 الخميس آخر يوم، اللي حب يجي هنا رح نبدي نصلي يوم الخميس مع بعضنا البعض. 4 أيام رح نصوم، رح نصوم من أجل انتعاش روحي في حياتنا، نصلي من أجل الجياع والمحتاجين، نشعر شوية شعورهم برا، وكل واحد عنده طلبة ممكن يصلي من أجلها، بس من أجل نهضة في مالبورن. 2-3-4 الخميس آخر يوم صوم. أنا ما راح أطلب أي واحد يعاهدني أن يصوم، اللي يقدر، بس حكينا وعرفنا فوائد الصوم. الخميس الاجتماع هنا 6:30 مساء رح نصلي، وإذا الرب انطاك أمور سماوية أرجوك لا تكون أناني وشاركها ويانا، وشاركيها ويانا يوم الخميس 6:30 رح نجتمع، نعلن عن بركة الرب بحياتنا، نتحد بالصلاة مع بعضنا البعض. نصلي. يا ريت أخونا خليل ترفعنا بكلمة صلاة. أبونا السماوي يا رب نشكرك يا رب لأنك دائما يا رب ترفعنا يا رب من التربيات إلى السماويات يا رب. نشكرك يا رب لأنك بتفتح دائما يا رب
أبواب أماننا يا رب، أن نقدر نتصل فيك يا رب، ونقدر يا رب نعيش ونعمل العمل اللي أنت حطه أمامنا يا رب. يا رب أسألك يا رب أعطينا كلنا يا رب القوة والعزيمة يا رب، أنه نقدر نصوم نقمح الجسد يا رب، تحت لي أرواحنا يا رب هي التي تسيطر وتكون متصلة بك يا إلهي يا رب. يا رب نحن يا رب مستعدين نقوم بالعمل يا رب، إن كان انتهار أرواح يا رب، إن كان يا رب نرفع المحتاج، إن كان يا رب نوصل كلمتك للي ضايعين بعيد عنك يا رب، كي ملكوتك يا رب يوسع يا رب، وكي أيضا يا رب مجيئك يقرب يا رب، لأنه نحن منتظرينه باسم المسيح يسوع يا رب. أمين.